ومرة تانية بعد الفاصل في آخر فقرة عندنا النهاردة مع أسرة كابتن سلعوة عن مستفيدين في حاجات كتيرة جدا جدا، لكن لو وقفنا عند نقطة واحدة إن كابتن إيمان كان بتاخد 2 جنيه و25 جنيه زي الوضع المختلف. طبعا أنت عمال تحكي صح؟ طبعا حكي ليه؟ كانوا نجوم في الوقت ده برضه. كانت أرقام ساعتها، كانت أرقام. طب شايفة إن السوشيال ميديا كانت ممكن تختلف معاهم تماما؟ كانت طبعا يعني حضرتك تخيل كده لو كان محمد صلاح بيلعب واحنا مش عارفين نتفرج على ماتشاته، يعني السيل بيلعب في الارسنال وما المصريين مش عارفين يوصلوا. لا بيلعب في ليفربول. ليفربول ماليش في الكوره. لا ده الكابتن الكبير ده. لا ماليش في الكوره، بس تخيل كده لو هو بيلعب هناك ونني هو اللي في ارسنال. نني ارسنال مظبوط. ايوه والناس مش قادره تتابع اخباره ولا اصلا تتفرج عليه. عملت ايه في امريكا في الجو؟ علمتيهم عربي ولا ما عرفتيش عليهم حد؟ ما يعني عرفوا كده بقوا بيحاولوا اللي هم يسمعوا ويحاولوا يفهموا الكلام ككله على بعض، اللي هو انت بتقولي كده. طب لازم اقول لك، قلت لهم ايه عن النادي الاهلي؟ انت بقى كنادين ده بيتك اللي اتربيتي فيه وبابا وماما وكلهم بيلعبوا باسكت، عرفتيهم ازاي؟ انا هم ما كانوش مصدقين ان يعني ده اكبر نادي في مصر طبعا وجماهيره كتير جدا، بالذات لما شافوا موضوع الجماهير وان احنا الالترس واغاني، وكانوا كان في انبهار اللي هو ازاي كده، ازاي في حاجه حلوه كده، وان هو في لعب كتير جدا، اي لعبه ممكن تلعبيها. كان عادي يعني. كان موضوع بالنسبه لهم انبهار جدا، واللي هو انت بقالك كل ده بتلعبي في نفس النادي، طب ليه ما حصلش يعني كلكوا وبماماكي ومامتك باخواتك الاثنين، يعني طب ازاي صح؟ ازاي كلكوا نتسلى؟ ايوه. علمتهم عربي على الانستجرام صح كده؟ صح. كلمت كل الفرقه عربي وخليتهم يتكلموا عربي. تقدر زي ما انت قلت، هي بشاطره صح؟ اجتماعيه. لا هي اجتماعيه جدا الصراحه. نادين هي نادين كانت الحركه بتاعتنا كانت في 2016، كانت في النادي هنا، كانت بتتذاع يعني كانت بتذاع على كذا قناه، كانوا بيتفرجوا. نادين بتقول لي هو مش مصدقين منظر الجمهور، مش مصدقين ان الجمهور عامل كده، مش مصدقين ان الملعب الصوت عامل كده، مش مصدقين اي حاجه فعلا. لما بيتفرجوا، حتى نادين بتقول لي بقى بيتفرجوا ساعات مثلا ماتشات الكوره في افريقيا، نادين عايزه تتفرج عليها او كده، يتفرجوا مش مصدقين جمهور الاهلي، مش مصدقين العظمه يعني بتاعت جمهور النادي الاهلي. احمد اكيد في تاريخك في مدربين اثروا جوه احمد محمد سيد سليمان. اكيد اولهم طبعا يعني كابتن حنفي هيكل. تمام. وطبعا برضو كابتن عمرو عبد الله في مراحل الناشئين. لان مراحل الناشئين هي دايما بتبقى الحاجات اللي انت لازم تفتكرها قوي، لان هو بيبقى التاسيس كله في مراحل الناشئين. اكيد طبعا من المدربين الكبيره. عايز اعرف وقفك بينك وبين كابتن عمرو عبد الله، عشان كابتن عمرو عبد الله كان بياخدني يشيلني كده يطلعني لفوق بصراحه. عمرو عبد الله يعني انا هو كان في السن الميكرو ده والميني. انا ساعات كان بابايا ومامتي ينزلوني، انا كنت بخاف اخش الملعب عشان كابتن عمرو، بخاف عشان كابتن عمرو يعني حجمه. كابتن عمرو 2 متر 10 تقريبا. كان لسه، كان ساعتها يعني احنا دلوقتي قربنا منه، بس كان ساعتها احنا يعني كان ساعتها هو موضوع كنا بنخاف منه وكده. كان هو برده يعني طيب مع يعني هو بني ادم طيب جدا هو يعني هو اول واحد علمنا نعمل دريبل ونباصي ونشوط ونعمل كل حاجه. هو كابتن عمرو عبد الله كان ليه الفضل، كان ليه الفضل علينا فيه. طبعا من المدربين الثانيه طبعا مش عايز انسى حد، المدربين الكبار طبعا كابتن اشرف توفيق طبعا هو ليه دور كبير قوي في حياتي يعني في الباسكت. هو السبب ان هو يعني اكون العب في الدرجه الاولى من وانا صغير. برده طبعا كابتن طارق خيري طبعا بالنسبه للنادي، كابتن سيد مصطفى، كل الناس المدربين اللي في النادي طبعا، مدربين المنتخب برده كان ليهم فضل كبير قوي عليا. كابتن عمرو ابو الخير طبعا، كابتن احمد مرعي، كابتن عصام عبد الحميد. كان في مدربين كتير قوي اثرت يعني اثرت في حياتي واستفدت منهم كذا حاجه. يعني كل مدرب بتستفيد منه حاجه، كل مدرب بيعليك في حته معينه، كل مدرب يعني انا اتعاملت مع كل مدربين، كل مدرب ليه وجهه نظر في حاجه معينه. في مدرب اللي انت يريحك جدا وتبقى انت مستريح جدا، في مدرب اللي هو لازم يشد عليك وكده عشان تطلع احسن حاجه عندك. فهو برده كان في مدربين اجانب كتير برده مسكونا في المنتخب يعني كان ليهم فضل عليا، مثلا زي كان خوان ورنجا كان ماسكنا في المنتخب مدرب اسباني، ده كان ليه فضل كبير علينا كمدرب منتخب اسبانيا. كان حاجه احنا كناش مصدقين ان مدرب منتخب اسبانيا كان ماسك منتخب مصر، ده فادلنا كتير جدا ان هو كان ماسك نجوم كبيره جدا في الباسكت.
هم دول من المدربين يعني اللي اثروا في حياتنا، وكل مدرب انت استفدت منه حاجه، كل مدرب انت كسبت معاه بطولات معينه سواء في المنتخب سواء في النادي، عشت بقى معاه اوقات كتير. يعني احنا في النادي الاهلي اللي مميز النادي اللي احنا كلنا عيله واحده، انت في الاوتيل في المعسكر في الاكل في الشرب، مفيش حته كلنا اللعيبه مع بعض مع الجهاز، مفيش حته انت مجرد تطلع بره الملعب انت ممكن تبقى قاعد انت والمدرب عادي والجهاز عادي مفيش اي مشكله، بس انت جوه الملعب انت ساعتين ساعتين شغل ساعتين تمرين، هو المدرب عايز منك ساعتين شغل هتديهم ساعتين شغل، ده المطلوب وده الاكيد. نفسي اسالهم سؤال بس مش بيردوا عليا، السؤال الاهم ده جوه النادي كنتوا بتلعبوا عند التنس، ايه الخروجه اللي كنتوا بتخرجوها مع بعض بره باب النادي؟ خلاص اتجوزتوا بقى اكيد، نادين عارفه؟ لا دي لازم تقولي مش عارفه ايه. انا ما اعرفش هم بيبصوا لي ليه، انا لسه صح مش عارف انت لسه جايه صح. انا لسه صغيره يعني انا ما كنتش موجوده. كنتي بتخرجي معانا؟ مش موجوده. اصل دايما السؤال ده بيتسال للولاد لما بيتفرجوا زمان على شرايط الفرح يقولوا امال احنا كنا فين الوقت. فهو احنا في الفرح. ايوه ايه رايك في الفرح؟ لا كان حلو كان حلو كان قلش كبير صح؟ كان فرقتين، كانوا فرقه الولاد والبنات يعني، كانت روشين بصراحه بالنادي كانت مشكله بصراحه. قولي لي كده يا كابتن، لازم تروحوا سينما، تروحوا تخرجوا مسرح، ولا كنتوا بتقعدوا في النادي وخلاص؟ بصراحه لا كنا بنغير نادي القاهره. هو الحقيقه على اساس كنا يعني الوقت اللعب بيبقى كتير، بيبقى الواحد يعني ما بيصدق الراحه انه عايز يرتاح يعني، الاجازه من السفريات والماتشات وي لما تيجي اجازه بقى المفروض عايزين نخرج بقى، لا عايز يرتاح بقى في البيت، مش حابب قوي ان هو يعني ده اللي نفسي اوصله للناس واقول دي حياه الرياضي. دي حياه الرياضي الصح، بتضحي بحاجات كتيره لدرجه ان هم كمان لما بيتجوزوا وهم بيلعبوا يا عيني في الاخر هي بطلت منتخب مصر وبدات تشوف اولادها وكابتن، دي حياه فعلا حياه صعبه جدا غير الناس كلها تماما. دي لازم ارجع لك واقول لك على منتخب كره السله وطموحنا في منتخب كره السله في المرحله الجايه بالذات، عامله اسم كبير وفي بنات تانيين كمان معاكي، منتخب كره السله بتاع مصر هيروح لفين؟ ان شاء الله. انا حاسه ان احنا الجيل بتاعنا لما كنا في افريقيا يعني مركز تاني اللي هو كويس، فان شاء الله يعني انا عندي امل كبير جدا ان احنا نقدر ندخل مصر كاس عالم. هو موضوع بس بيكون صعب علشان البنات مثلا في مالي انغولا سنغال كل دول بيلعبوا محترفين بره مصر في اوروبا، محترفين في امريكا، فاحنا عشان يعني مش ما تلاقيش كتير قوي سافروا احترفوا بره ورجعوا، وانا هنا يعني في ناس كويسين جدا جدا بس اللي هو اتجوزوا فاعتزل يعني زي ماما كده اتجوزت اعتزلت منتخب مصر، في ناس كتير كده فبس انا حاسه اللي هو قدام ان شاء الله يعني اللي هنقدر نكسب افريقيا درجه اولى سيدات ونقدر نخش كاس عالم. لو اتجوزتي وطلب منك اللي انت تقعدي هتعملي ايه؟ لا ما هو لازم يبقى يعرف من قبل الجواز. الاتفاق الاتفاق انت عندك هبه لسه هبه سبعين. أيوة. ها قولي ما ينفعش بعد الجواز؟ على حسب على يعني على حسب سني لسه تكون لسه عندك طموح تاني كبير عايزه تحقيق حقيقه الطموح الحقيقه تختلف بالنسبه لي بالظبط. طب قولي لي نقدر نعمل على مستوى عالمي حاجه؟ المستوى الافريقي شايفه نقدر نعدي؟ يعني على العالمي في السن الدرجه الاولى بيكون صعب عشان نبقى واقعيين يعني صعب علشان الناس دي بتلعب محترفين بقالهم كتير قوي فصعب اللي احنا مره واحده ننتقل ونحقق حاجات في السن الصغير في الاعمار الصغيره ممكن جيل يبقى طالع كويس يقدر يحقق انجاز في كاس العالم بس في السن الاكبر الموضوع بيبتدي يصعب يعني كل ما بتكبري كل ما الموضوع بيصعب اصعب كتير احمد دلوقتي اخر بطوله افريقيا دخلت مصر بكلمك على منتخب مصر كانت على ايد بابا 83 امتى البطوله الجايه تخش مصر في منتخب مصر؟ هي طبعا يعني بطوله افريقيا احنا في 2013 اخر حاجه وصلنا لها تاني كويس عادتنا كاس عالم 2014 ان شاء الله يعني انا اتوقع كده ان هي ممكن من بعد يعني بعد سنه 2020 بس سنه 2020 احنا ممكن نبتدي نقرب في محترفين دلوقتي كتير قوي بره في لعيبه كتير قوي محترفه زي عاصم مرعي وفي لعيبه راجعه من جامعات ابتدينا اللي هو يعني ابتدينا بعد اللي احنا ما كنا في وقت من الاوقات كنا مصر كانت بتطلع التاسع والعاشر في افريقيا ابتدينا اللي احنا على طول في اخر فتره في المربع يعني ابتدينا ان احنا نخش في المربع ابتدينا نخش في الصوره
بعيدا عن ان احنا اخر كاس عالم ده ما حصلش توفيق برضو اللي احنا ما تاهلناش. يعني حصل برضو سوء توفيق كبير قوي اللي احنا ما دخلناش من خمس فرق اللي رايحين كاس عالم في الصين في 2019. بس بعيدا عن كده انا شايف ان احنا لا الجيل بتاع مصر ده جيل بروميسنج جدا، جيل كويس، الناس كلها حتى بتتكلم عليه كويس، في لعيبه بقى كتير قوي بره، في لعيبه يعني محترفه كتير بره، لعيبه مسمعه حتى في جامعاتها، ولعيبه مسمعه كمان في الانديه بتاعتها في مصر. الدوري اختلف كتير قوي 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 السنه اللي فاتت، يعني اتنقل نقله كبيره جدا لما اتنقل الدنيا بقى بنلعب بلاي اوف زي امريكا، والدوري بقى بيتزاع على طول على قناه الاهلي والقنوات الثانيه، فبقى في استوديو بقى فيه اهتمام، الدنيا اختلفت، الدنيا رايحه في حته كويسه، الدنيا بقت رايحه في حته ان انت دلوقتي كل الناس عارفة ان الالعاب الجماعية بقت حاجة مهمة جدا، الباسكت حاجة مهمة جدا، الجمهور بيتأثر دلوقتي، وصل لتأثر ان هو ماتش الباسكت ده هيتأثر بيه زي فرقة القدم، نفس الخسارة دي نفس الفرحة دي نفس المكسب ده، فطبعا دي حاجة كويسة جدا اللي احنا بقينا محطوطين في التراك الصح. نعم هي ممكن تكون متأخرة شوية بالنسبة للمنتخب او كده، بس انا شايف ان احنا في خلال سنتين ثلاثه ممكن نبقى ناخد اول افريقيا. طب اللعيبه موجوده وعايزك تحط نقط، طالبين ايه ان احنا نوصل للحته اللي احنا عايزين نوصلها بطوله افريقيه؟ هو بالنسبه للمنتخب هو طالبين كل حاجه تبقى ماشيه باحترافيه. يعني مثلا اتحاد الهاندبول مثلا ماشي في حاجات كتير قوي فيها حاجات احترافيه عن اتحاد الباسكت ممكن شويه، جايز عشان سبقوا شويه او ممكن سايقين شويه مكسب. وممكن احنا محتاجين بس اللي هو ايه يكون بس فيه اهتمام، عايزين معسكرات كتير، يعني احنا هو الباسكت كله او اي لعبه تانية انت قبل ما تروح بطوله مهمه انت محتاج يكون عندك معسكرات خارجيه كتير، محتاج عندك معسكرات داخليه كتير، محتاج ان اللعيب يجي المنتخب ويكون حاسس ان هو ما هيجي المنتخب مش يعني ايه مش هيتأثر في حاجه. يعني دلوقتي مثلا منتخب الهاندبول عاملين حاجه كويسه، مثلا عاملين عقود للعيبه اللي هي طول السنه، يعني مثلا في مرتبات ليهم طول السنه، فبيجي يقول ان انا عشان انا لما اجي في المنتخب اتصاب او يحصل لي اي حاجه وبتاع هيكون مش هيأثر عليا، ان انا طبيعي ان انا العقد بتاع النادي هو العقد الرقم الكبير اللي لازم احافظ عليه اكتر. كل اللي احنا عايزينه بس ان انت يكون الاعداد كويس، يعني انت اي حاجه فيها اعداد كويس، يعني دكتور ماجد ابو فريخه بصراحه الفتره الاخيره فيه اهتمام كويس جدا بالمعسكرات وكده، بس انت طول ما احنا بنعمل معسكرات كتير وبيجي لك دعوات تشترك في بطولات كتير من بره، طول ما انت في معسكرات كتير طول ما انت بتقرب، طول ما الدنيا بتلاقيش في معسكرات كتير واهتمام وصرف وحاجات زي كده انت بتبعد، انت محتاج صرف كتير، محتاج ان اللعبه تبقى معروفه، محتاج طبعا الحاجات العاديه اللي هو يعني التثبيت، يعني الحاجات اللي هي بقت عاديه، محتاج اللي هي الملاعب اللي هي على طول كويسه، الماتشات كتير، محتاج تلعب بلاد افريقيه كتير، محتاج اللي احنا اي دعوه تجينا اللي احنا لازم نروحها، لان يعني في دعوات كتير قوي قوي لسوء الحظ ممكن تتلغي، يعني ممكن في دعوات كتير قوي يقول لك لسه بدري قوي، لسه 7-8 شهور على البطوله فبلاش دلوقتي، يعني خليها قبلها بشهر شهرين، فبتروح عليك دعوه، والثانيه تروح تلاقي مثلا ممكن في الاخر تروح تلعب بطوله افريقيا وانت لاعب 4 ماتشات 5 ماتشات، تلاقي فرقه ثانيه زي مثلا تونس دلوقتي سابقنا كتير ان هم جايين مثلا من فرنسا رايحين تركيا لافين راحوا يلعبوا بطوله ايه، رايحين تايوان، رايحين الصين، بقى كانوا يلعبوه، فبتفرق الصراحه كتير قوي، بتبقى كمان محبطه شويه نوعا ما اللي انت بتبقى الفرقه اللي حواليك عامله معسكرات كتير وانت رايح مفيش معسكرات كتير. رايح من غير اي حاجه خالص. كابتن لازم اسالك سؤال مهم جدا، ايه احلى ماتش شفته لاحمد؟ احلى ماتش السنه اللي فاتت عمل ماتشات كويسه بصراحه، يعني عمل اكتر من ماتش كويس السنه اللي فاتت قبل الاصابه بصراحه، وخاصه ماتش اتحاد اسكندريه كان كويس، ماتش الجزيره بيبقى كويس، ودي الماتشات اللي بيبقى عليها، وماتش الزمالك كان كويس، دي الماتشات اللي بيبقى عليها الرؤيه، يعني في ناس كتيره بتحب تتفرج على الاهلي والزمالك، الاهلي واتحاد، الاهلي والجزيره، لكن ماتشات اللي هي اللي بتبقى يعني زي ما بيقولوا يعني اهلي وفرقه متوسطه او فرقه ضعيفه وكده، لكن انا اعتقد 3 ماتشات دوت كانوا من احسن الماتشات اللي هو عملهم. لاحمد كابتن ايمان التعامل في الباسكت ازاي جوه البيت مش في نادي، يعني هم صغيرين تاخدي هنا وتودي هنا، والتعامل في الباسكت بيكون ازاي؟ بتتكلم بتقعديهم كابتن محمد يقعدهم يقول لهم هتعملوا كذا ولا في ايه؟ لا خالص حد ما غلطش في يعني لا احنا بنبقى قاعدين مستنين، يعني لو مش في الملعب مثلا بنتفرج يعني لا عادي خالص جو الباسكت في البيت عادي، اللي احنا بنتكلم بنتناقش مثلا في الاخطاء
يعني مثلا النهارده كان المفروض نعمل كذا او كنا احسن كذا، نبقى هنزل نشوف نعمل ايه عشان نصلح الاخطاء دي بس. بس مش اكتر من كده. نشوف الايجابيات يعني. يعني احنا مثلا عندي مثلا النسبه دي وحشه، لا انا محتاجه انزل اشتغل عليها شويه، ازود من نفسي في الحته دي. بس بيبقى اكتر يعني، هو ده معظم الكلام اللي الواحد بيتكلمه في الباسكت يعني. لان احنا خلاص يعني زي ما بتقول بنبقى خلاص زهقنا باسكت. معظم الوقت ما بيبقاش فيه كلام في الباسكت. مفيش في الباسكت يعني خالص، قليل. لا 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 خالص. يعني هو عندنا هم معتمدين على المدربين. وعلى المدربين يعني مش اولياء امور يعني. لا 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 مش اولياء امور خالص، ما بنتدخلش خالص. يعني انا بابايا بيتبسط اكتر اما يسمع ان انا يعني لعبت حلو من الناس غير هو يتفرج. انا ممكن اكون جايب، انا فاكر كذا ماتش ادي قلت لك 14 سنه حبيبتي ده 14 سنه قلت دخلني الملعب ماتشات اكون جايب فيها سكور عالي يقول لي مثلا لا لا برضو يعني تقول للناس كلها حتى كده يقول لك يهزر معايا يقول لك لا لا مش كويس لا عنك احسن. هداف يا احمد، هداف، خلي بالك. ايه يعني ايه يعني جبت لك 30 وانا كنت بجيب كذا؟ اتفرج على السؤال، اتفرج على السؤال الجاي. زوج مثالي في البيت ولا لا؟ يعني بيساعدك؟ ما بيساعدكيش خالص خالص. لا 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 الحقيقه ما تعرفش الصراحه. الصراحه الصراحه يا كابتن بقى الصراحه راح الصراحه ما هي شايله كلها. بس عجبتني، شفت الرد اهو على الهوا اهو قالها لك. طب تقولي له ايه بقى دلوقتي؟ خلاص يا كابتن سعيد شويه ولا خلاص بقى الموضوع عدى مراحله بكتير؟ لا هو دلوقتي الحمد لله ان هم كلهم كبروا بقى واعتمدوا على نفسهم بصراحه يعني. فانا بقيت بقى اللي انا قلت له بقى خلاص انا برضو لازم ابتدي الواحد يشوف نفسه بقى بصراحه. هم جدود دلوقتي هو. طب استنى بس، لسه هجيب لك سؤال تاني. كابتن تقول ايه لكابتن ايمان على الهواء بعد العمر الكبير ده؟ تعب ليه يا تعبك؟ اقول له انت تعبت معانا واحنا بنشكرك على تعبك وانا فخور بولادي يعني بتربيتهم وفخور بالباسكت عندهم وربنا يخليها لينا. ربنا يخليها لينا. شفتي؟ ما تطلبش بقى من اي حاجه، تحاول تساعد الكابتن برضه في البيت. ماشي بيساعد والله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بيساعد. لا بيساعد. بيساعد. لا بيساعد. لا بيساعد. انا بيساعد. بيساعد كله خالص بيساعد. لا لا والله بيساعد. خلاص تمام. هتسالي سؤال لبابا او ماما نفسك تساليه على الهوا عشان يردوا عليك، تسالي مين؟ سؤال الدور جاي عليك. حضر انتوا الاثنين فكروا يعني. طب خلي فكروا على بنتكلم مع بابا، ايه رايك؟ مفيش مشكله نفكروا. كابتن اكيد بعد التاريخ الكبير ده في كره السله واولاد حضرتك نجوم كبار عظماء، ايه اللي لسه الهدف اللي هم ما حققوش قدام حضرتك كاحمد كنادين؟ ايه الهدف اللي انت عايزه منهم؟ لا الحمد لله هم بالنسبه لاحمد خلاص خلص دراسته وخلص جيشه وكده واتجوز. انا اعتقد وخطب وربنا يوفقه في الحياه الجايه. وانه اللي انا عايزه انه يشتغل بقى. يشتغل. لازم يشتغل. كابتن ايمان عايزه منهم ايه؟ لا انا لسه طبعا انا شايفاهم اكبر من كده يعني. لسه قدامهم كتير. في كره السله في كل حاجه. في كل حاجه في كل حاجه يعني. لسه الدنيا قدامهم طويله والمستقبل بالذات في كره السله لسه. يعني انا شايفاه يعني عايزاه يبقى اسماعيل احمد نمره 2. اسماعيل احمد نجم كبير اكيد. نجم كبير أكيد. يعني دايما بجيب سيرته في البيت لاحمد. بقول له ما شاء الله لعيب جميل قوي بصراحه. يعني انا محتفظه يعني عن نفسي باي بوست بينزل لي بعمل له سيف ببعته لاحمد عشان اقول له خليه دايما قدامك ده قدوه. يعني فعلا يعني بابا طبعا بالنسبه له قدوه كبيره وكده. بس لما الواحد بيشوف حاجه قدامه لايف مهم قوي بصراحه بيحتك بيه نفسه. هو احتك بيه ولعب معاه في لبنان وكده بيبقى راجع مبهور. هو السنه دي حتى التاهيل بتاعه كان حابب يروح هناك عشان يبقى قريب يعني شايف واحد بيحتضنه. يعني هو المصري اللي هناك اللي بيحتضنه هناك في المكان واللعيبه المصر بتوع الاهلي لما بيروحوا واللعيبه المصريين فعلا حاجه تشرف اي لعيب باسكت اكيد. جينا الوقت الجد، ايه السؤال اللي عايز تساله؟ الاكبر الاول اكيد. طب شفت بقى خليك اكيد محترفه برضه لازم تكوني الاخر اكيد طبعا. قول لي احمد ايه السؤال اللي عايز تساله بابا؟ حاجه في تاريخهم كانوا بيروحوا فين؟ بيعملوا ايه؟ اي حاجه. بص لازم تسالهم سؤال مش هنخلص غير ما نتكلم السؤالين دول. مش عارف الصراحه. مش عارف ايه؟ ممكن ممكن اسالهم ايه الحاجه اللي انتوا تتمنوها يعني؟ ما هو خلاص دي قالوها ده. انا سالت السؤال انا برضه بدي اخلي بالك. خدت السؤال خلاص. اكتر حد فينا احنا الثلاثه ما عذبكمش وهو صغير؟
وبابا الصغير نادين بتسجل كله انت عماله تسجل لهم نادين يعني احمد تعبك احمد تعب شويه وكريم احمد تعب لانه ما كانش بيسمع كلام شويه في خصوصا موضوع الاكل وال ما هو الحمد لله ما شاء الله عليه واضح يعني واضح سندوتش وله سوابق كتيره في سوابق في المواضيع دي في سوابق كتيره لكن نادين من وهي صغيره كانت بتسمع كلام صراحه وبتسمع كلام مطيعه مطيعه طبعا طب ايه لا انا لسه مش هخلص خلي بالك هتسال مش هخلص خلاص انا واقف على كده لا ازاي ماما كانت بتلبس رقم كام وهي لعيبه 14 طب بابا سبعة. طب اسالهم طب سؤال مش هخلص انا قاعد خلاص انا كده بص تمام وقعدت وخلصت ايه اكتر بطوله مفضله لي لبابا بص سالت سؤال بس هعديه لوس افريقيا 83 في مصر ولوس انجلوس 84 والماما عايزك بقى بسرعه شويه سؤال سهل يا سؤال طبخ سؤال سهل بتحب تاكل ايه بايد ماما ايوه اكتر حاجه مكرونه بشاميل مكرونه بشاميل عامل زي لا محشي ورق عنب حرام عليك زي بالظبط هي مكرونه بشاميل توب الصراحه طب وانت بتحبي ايه محشي ورق عنب محشي ورق عنب ده شكلك بتعملي اكل ايه تعالى دوق تعالى دوق قولي لي كابتن سعاوي بيحب ايه هو اللي يقول بقى لا انت قولي لي بتحب ياكل ايه لا هو الحقيقه بياكل كل اي حاجه كل الاكل يعني لا لا بياكل كل حاجه وانا الحمد لله يعني بحاول انا يعني بغير لهم باستمرار وكده طبعا مش عارف يقول اي حاجه الراجل الراجل بيقول اكل بسيطره على طول لازم كل سنه لازم الفرقه كلها بتلاقي ولاد وبنات كلهم فرقتي على طول معظمها عندنا في البيت يعني هم الولاد بالظبط يعني بيطلبوا الاكل لا يعني اللعيبه بتطلب الاكل يعني عايزين بيجي كذا البيت بيتهم في اي وقت يلا بينا قولوا لي بقى كلام سريع نهائي تقولي ايه فرقتك في النادي الاهلي السنه دي وهم داخلين على السيزون ربنا معاهم طبعا وان شاء الله هيحققوا الاربع بطولات القاهره ودوري وكاس دوري مرتبط وكابتن علي هاشم بقى يعني طبعا انا بحبه حب غير طبيعي واثر معايا برده يعني اتمرنت معاه اوعى يرجعك بس فربنا يوفقه وان شاء الله فرقه كويسه وان شاء الله يقدر يحقق البطولات كلها رياضتك المفضله بره الباسكت الفولي الفولي بلعبها بتلعبي هناك في امريكا بلعب يعني انا كويسه يعني بحب العبها بتحبي تلعبيها احمد مش الوعد انت وفرقتك السنه دي هتقولوا ايه للجمهور جوه ارض الملعب اتفقتوا عليه احنا اتفقنا من اول يوم كلعيبه بعيدا عن الجهاز يعني بعيدا عن مين اللي كان ممكن يبقى موجود او مين المدير الفني اللي احنا لازم نصالح الجمهور احنا لازم السنه دي تبقى بدايه بقى للبطولات يعني لازم ان شاء الله احنا متعودين السنه دي ان شاء الله ان احنا ناخد كل البطولات الفرقه بتتمرن بقالها اسبوعين ثلاثه مع كل يوم وفي التمارين صبح وليل وانا يعني ان شاء الله يعني الواحد لسه يرجع من الاصابه كده ان شاء الله يعني المفروض شهرين ونص ثلاث شهور وان شاء الله اوعد يعني ان انا هعمل اقصى حاجه عندي ان احنا ان شاء الله السنه دي نكسب بطولات لصالح الجمهور اهم حاجه الجمهور الجمهور الصراحه يعني جمهور الاهلي احنا بعيد عن اي حاجه احنا كلنا جمهور احنا كلنا يعني طبعا كلنا بنشجع وبعد كده بنلعب كلنا رحنا الاستاد وكلنا بنتفاعل مع الماتشات وكلنا بنتفرج على الكوره وكلنا متابعين الماتشات ومتابعين التمارين ومتابعين كل حاجه فاحنا زينا زيهم احنا اكتر ناس بتبقى متضايقه وهم كمان بيبقوا متضايقين قوي لان هو الاهلي في الاخر والاول هو حياتنا كلنا يعني اكيد الاهلي حياه واكيد هي اسره اهلاويه خالصه معجونه في النادي الاهلي بالنادي الاهلي في كرة السلة بجد يا كابتن شرفتوني ونورتوني ومستمتع معاكم جدا جدا احنا اكتر والله وشرف لينا نكون معاك في الحلقة دي شكرا يا كابتن ايمن شكرا يا كابتن ميرسي يا كابتن نديم ميرسي يا كابتن احمد ربنا يخليك يا كابتن خالد بجد في اخر الحلقة اللي كنا مع بعض النهارده مع اسرة جميلة من كرة السلة في اخر حلقة بشكركم والى اللقاء